طيب هنتكلم على الصفقات ونبدا الصفقات بالمدرب. ما هو صفقه صحيح، مارسيل كولر، مصطفى سعد، شادي حسين، وبرونو سافيو حتى الان، واكيد عندك ما هو جديد في موضوع مارسينيو واللاعب الجديد او المزمع التعاقد معاه ايضا عشان الاهلي يكمل صفقاته. صحيح يا كابتن، مارسينيو البرازيلي انا كنت اتكلمت من 3 ايام تقريبا، ويوم الخميس حسمنا الامر واعلنت بتوفيق من ربنا يعني عن اسم اللاعب. كنت الحمد لله من اوائل الناس اللي اتكلموا عنه بالاسم، وقبلها سبقها كلام مني برضو انه لاعب برازيلي بيلعب في اسيا. نعم. ما بيلعبش في البرازيل. ايوه. بيلعب في اسيا، وزودت كمان بعدها انه لعب في دوري ابطال اسيا. وسجل اهداف في دوري ابطال اسيا. نعم. وسنه 27 سنه. تمام. فبدات الصوره تتكون عند الناس. يعني. وبدا يسرشوا على الموضوع يعني. لحد ما اعلنا على الاسم. لكن الاهلي الان بيضع الرتوش الاخيره في صفقه مارسينيو. الكلام انه في مغالاه من النادي الياباني ده صحيح؟ الخلاف كان خلاف بسيط جدا. تقريبا في 100,000 دولار. الصفقه هتتم باقل من 1.5 مليون دولار. باقل من كده. الخلاف ده حصل من 3 ايام. مش جديد النهارده يعني. ده حصل من فتره، من 3 ايام او 4، وحصل مفاوضات وفي تلاقي في وجهات النظر لان اللاعب حسم امره بالانتقال للاهلي. اللاعب نفسه. والاهلي خلص معاه كل التفاصيل الماديه وكل تفاصيل اقامته في مصر، وفي رغبه من اللاعب بخوض التجربه. كويس. ده الامور ايجابيه جدا. ده مارسينيو. مش سلبيه خالص.